بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أفريقيا يا أهلي وروح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، دي الكلمات اللي موجودة. وكالعادة في المباراة المهمة بنقدم الدعم والمساندة لجماهيرنا للعبتنا لجهازنا الفني، داخلين على مباراة مهمة جدا جدا، مباراة النجم الساحلي. لكن قبل ما اتكلم هتكلم زي كالعادة في بعض الأمور اللي تخص مباراة نادي الرجاء. النادي الأهلي ظهر بشكل كويس، أزعجنا كلنا إصابة حسام عاشور اللي هو تأكد اللي هو هيغيب عن مباراة النجم الساحلي. لعيب كبير، لعيب مؤثر، لعيب راجل، لعيب بنحترمه كلنا لاحترامه لفانيلة النادي الأهلي واحترامه لجمهوره وكمان لإنجازاته اللي حققها حسام عاشور، واحد من اللاعبين المتميزين. ولكن الخيرة في الموجود، اللعيبة إن شاء الله رجالة، إن شاء الله قدها وقدود. لعيبة النادي الأهلي عارفة أهمية بطولة أفريقيا مؤهلة لكأس العالم للأندية، بطولة أفريقيا وحشتنا، كل ده حضراتكم عارفين. هنتكلم النهاردة في أمور كتير جدا جدا، وبقى عندنا بعض الموضوعات اللي هنناقشها مع حضراتكم ونطمن على الفريق. وكمان بعد شوية يبقى معانا اللي هو شيرين شمس للترتيبات والجماهير، لأن مهم جدا في كل حلقة نتكلم عن جماهيرنا والتوعية اللي بنقدمها. والنهاردة هنوجه الرسالة اللي قلناها من أسبوع ومن 10 أيام. عايز أتكلم بس عن مباراة الرجاء اللي فريق البعض، لما النادي الأهلي يكسب ويقدم مباراة كويسة فريق الترجي، الرجاء فريق مش عارف مستواه الفني وخسر كم مباراة. أنا متفق المستوى الفني مش ده الرجاء اللي كان في الدوري ممتاز قبل كده، حتى على المستوى الفني ومجموعة اللعيبة اللي موجودة اللي ما فيهاش خبرات أنا متفق في ده. ولكن النادي الأهلي قدم مباراة كويسة، كان في معظم اللعيبة ظهروا بشكل كويس جدا، ما كانش فيه تقصير من اللاعبين. بيرجع علي معلول، حسين كان قبليه موجود، وهي دي روح المنافسة اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت. الكورة في رجل صالح جمعة حاجة تانية، فعشان نتكلم بصراحة، الراجل بكرة في رجليه من مثلا 10-15 باص تلاقي 12 باص مؤثر بيوصل زمايله، ربنا مديله النعمة دي شمال ويمين. ازاي الكرة بيوصل في اقل من ثانية، وكمان الكرة بتحب نوعية اللعيبة دي. انا بكلمكم بخبرة سنين طويلة، وانا دايما عودت حضراتكم لفرقة كرة القدم هي ال25 او ال30 المقيدين. مفيش حاجة اسمها النجم الاوحد، مفيش حاجة اسمها ده سوبر ستار، مفيش حاجة اسمها ده نجم النجوم. لما يلعب فريق بالكامل في البعض بيبقى فيه سوء توفيق، والبعض بيبقى متألق، يجي المباراة اللي بعدها بتلاقي لعيب تاني كان كويس. وهو ده النادي الاهلي وعبقريته في المجموعة اللي موجودة بتتحمل المسؤولية.